بعد تردد كبير في تحديد وجهته لقضاء العطلة السنوية، وقع اختيار ستيفن السائح الياباني على مصر شريطة أن يتضمن برنامجه زيارة الأقصر، المتحف المفتوح الذي يحوي كنوزاً من أثار العالم، قرار لم يتراجع عنه رغم محاولة الهجوم الإرهابي على معبد الكرنك. ولم لا؟ حتى وإن كان بها بعض الخطورة، رغم أنني لم أرى أي خطر أثناء وجودي، ولكني سأستمر في الحضور. فقليلون من يتوفر لهم الحظ للمجيء إلى هنا. ستيفن الذي جاء بصحبة صديقته يحاول أن يستمتع بما تزخر به الأقصر من مزارات سياحية ورحلات نيلية مميزة، فضلاً عن مشاهد الأثار الرائعة التي تعود لحضارة 7000 عام، متعة قد يحرم منها الكثير نتيجة بعض المخاوف الناتجة عن هذا الهجوم الإرهابي الذي أجهضه الأمن. لقد قررنا الحضور مسبقاً قبل هذا الحادث، واعتقدنا أنه يمكن أي شيء أن يحدث، ولكننا قررنا ولم نكن خائفين، وسنستكمل برنامجنا بزيارة الجيزة والأهرامات. لقد سمعت بوقوع حادث إرهابي منذ أيام في الأقصر، ولكن هذا لم يؤثر على قراري، فهو معرض للوقوع بأي مكان في العالم، وهذه المرة الثانية التي أزور فيها مصر، وقد أحببتها كثيرا، ولذلك قررت العودة مجددا. أما الشركات السياحية التي عانت أزمات متكررة طيلة السنوات الأربع الماضية وبالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، فستستمر في سياسة الدعاية الخارجية للتقليل من تداعيات هذا الحادث الذي جاء بعد تحسن نسبي في حركة السياحة، فضلاً عما تقوم به من تخفيض لتكاليف الرحلات القادمة إلى مصر. لطالما كانت تمتلئ هذه المدينة بمختلف الجنسيات الأجنبية، وفيها كون كثيراً من الذكريات التي يأملون دائماً في استعادتها وإحيائها رغم أوضاع أمنية غير مستقرة، أو حتى محاولة إرهاب فاشلة يخشى من أثارها السلبية. من مدينة الأقصر، محمد محي الدين، اليوم على الحرة.